تجسد العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب أبهى صور الشراكة المجتمعية، وذلك في الفصول التشريعية عامة وخلال الفصل التشريعي الأخير بشكل خاص. حسن ما أفضى به دستور مملكة البحرين بنص شمولي يقضي بوجوب الفصل بين السلطات لم يمنع في الوقت ذاته التعاون فيما بينها دون أن تعمل سلطة بمعزل عن الأخرى. صورة وكغيرها من صور التكالف المتلألئة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كانت وما زالت توسع من إطارها المزخرف وزارة التربية والتعليم كطرف تنفيذي متوقد لم يتأنى في تقريب المسافات بينه وبين سلطة تشرع القوانين بالشكل الذي يجتلب الخير العميم على المواطن والوطن. أفعال ملموسة جدا سواء على صعيد الكتاب المدرسي أو على صعيد التعاون الوثيق والمتميز ولله الحمد مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى منذ الفصل الأول، ونحن في تواصل مستمر باعتبار التعليم يمس كل بيت وفي نفس الوقت يرسم ملامح المستقبل وتأثيره كبير جدا على الأجيال. ترابط أثيث يمتد لسنوات تمخض عنه سطوع ومضات بالجملة تستحق التمعن في سمائها لتدعم واقعها الجميل. إحصائيات لعدد هائل من مشروعات القوانين والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة. كان هناك حوالي 158 مشاركة لوزارة التربية والتعليم سواء بحث أو حضور جلسات لإبداء الرأي فيما يتعلق بما يطرح من قوانين حتى لو كان ليس له علاقة مباشرة بوزارة التربية والتعليم. قدمت وزارة التربية والتعليم في مناقشة عامة لمواضيع أبدت وجهة نظرها أمام أصحاب السعادة النواب الكرام، وبينت وزارة التربية والتعليم مرئياتها في كثير من الأمور، وإضافة إلى الأسئلة التي بلغت حوالي 45 سؤال. ليأتي التفاهم عظيما بمخرجاته التي منحت الفرصة لعديد القوانين الهامة بأن ترى النور كمثل قانون التعليم. بأن قانون التعليم في مملكة البحرين شكل خارطة طريق واضحة ورسم ملامح جلية جدا وبين حقوق الطالب، أهداف التعليم، فلسفة التعليم. وقانون التعليم العالي وضع ملامح أيضا متميزة للهدف من التعليم العالي والبحث العلمي ودور مؤسسات التعليم العالي سواء كانت حكومية أو خاصة. لوحة جمالية أخرى زينت بأبرز الإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم بناء على التزامها التام بتنفيذ برنامج عمل الحكومة. وقطعنا شوطا كبيرا في لله الحمد في تنفيذ ما التزمت به وزارة التربية والتعليم وفق الإمكانيات المتاحة من جدول زمني خلال برنامج عمل الحكومة. ما تم التطرق إليه سواء على صعيد إنشاء المدارس التي هي تعتبر اليوم مدارس نموذجية متطورة فيها الكثير من الخدمات التي توفر للطالب والطالبة، وإضافة إنها تتيح لأبناء الطلبة الحصول على تعليم متميز، وكلل ذلك مشروع التمكين الرقمي الذي يركز على المواد الإثرائية بالتدريب وأيضا إعداد المدرسة. عمل دؤوب تتبنى القيام به وزارة التربية والتعليم بكل اجتهاد غير منكرة دور السلطة التشريعية في مساعدتها على تحديد وجهة الإنجاز عبر بوصلة التطور الدائم لقطاع التربية والتعليم في البحرين. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.